السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. والنهاردة يوم مش عادي، بتشريف قيمة وقامة عظيمة هنقول لكم عليه داخل الحلقة إن شاء الله. واسمحوا لي في بداية حلقتي أن أرحب بضيوفي الكرام. برحب طبعا بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن منور. أهلا بك الزبري، وأهلا بمشاهدينك الكرام. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا برئيس مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب الفيلسوف سعد المصري. أهلا بك يا دكتور سعد. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا بحضراتكم. كما أرحب أيضا بسيدة الأعمال البورسعيدية مدام سهير فاضل. أهلا بك يا مدام سهير. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، وصباح الخير على أستاذ المشاهدين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير كل مشاهدينا في كل مكان، كل مشاهدي برنامج أزمة أخلاق بحييكم طبعا، وبصبع على مشاهدينا الجمال. تحياتي وتحيات فريق عمل برنامج أزمة أخلاق. والنهارده يوم مش عادي، مشرفني النهارده وزير السعادة الفيلسوف سعد المصري رئيس مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب. أهلا بيك، منورني وشرفتنا يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، وتحية كبيرة جدا لقناة صحة وجمال وبرنامج أزمة أخلاق. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. النهاردة يوم قلنا يوم مش عادي، وهنبدأ النهاردة، واسمح لي يا شيخ أيمن، كنا دايما بنبدأ مع الشيخ أيمن الداعية الإسلامي أيمن المصري في بداية حلقتنا، ولكن النهاردة يكتب لبرنامج أزمة أخلاق من حروف من نور تاريخ ميلاده النهاردة، يتولد النهاردة أزمة أخلاق. طبعا بفضل كل مشاهدينا في كل مكان، وده ما ننكروش طبعا، وتفاعلاتكم وتواصلكم معانا عبر الصفحة الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إبراهيم خلف الله، أو عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك الشيخ أيمن المصري. دكتور سعد، سريعا كده تدينا نبذة عن مجلس علماء مبدعي مصر والعرب. طبعا أنا بحيي كل ضيوفنا الكرام. ومجلس علماء ومبدعي مصر والعرب هو يتبع وزارة التجارة والصناعة المصرية، والمجلس دايما بيسلط الضوء على كل من هو متميز في مجاله، سواء العلوم الطبية، الهندسية، الزراعية، تكنولوجي، ابتكارات، اختراعات. معني هذا المجلس بتكريم العلماء والمبدعين على مستوى العالم العربي، ودايما بنركز الضوء الإيجابي أو الدور الإيجابي لكل شخص بيعمل عملية بناء للمجتمع وبناء لهذا الوطن. ده باختصار لمجلس علماء ومبدعي مصر والعرب. مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب يا دكتور بيضم كم عالم مصري وكم عالم عربي؟ يعني احنا مش عايزين نفرق بين مصريين وعرب، لان احنا كلنا طبعا عرب. طبعا احنا حاليا دلوقتي وصلنا ل 6420 عالم في المجالات المختلفة في مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب، رغم ان مولد هذا المجلس 3 سنوات فقط. 6420 عالم؟ عالم، نعم. بسم الله ما شاء الله. نعم، والحمد لله من خلال 3 سنوات احنا عملنا المؤتمر 27، كرمنا فيه 20 بطل وقيادي من ابطال 6 اكتوبر، وعلماء ومخترعين يعني كتيره، والحمد لله 30 نوفمبر اللي جاي المؤتمر 28 ان شاء الله. 28 في عمر هذا المجلس. ان شاء الله. ربنا يديك الصحه يا دكتور. ودايما عارفين ان حضرتك يعني شكلت وعي كتير من الجيل الموجود، واذا كنا يعني بنستفيد من مجالسكم ومن محافلكم كتير، وانا واحد من الناس استفدت كتير قوي من مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب كثقافه عامه. وتعرفت على شخصيات وقيمات وقامات عظيمه. يعني تقدر تقول لنا يعني ملخص التكريم يوم 26 الماضي، كان مين ابرز الشخصيات اللي حضرتك كرمتها في حرب اكتوبر وهم ناس عظم يعني وقامات وقيمات عظيمه؟ نعم، هو طبعا ما شاء الله ابطال كثيره، طبعا لو هذكرهم لازم اذكر ال20 اسم طبعا، ولكن احتفاظا لوقت البرنامج، هم ابطال وقيادات اسلحه كثيره جدا في حرب 6 اكتوبر، عشان ما نذكرش اسماء وننسى اسماء طبعا. لكن كان احتفال ضخم جدا، إن أول مرة في تاريخ المؤتمرات والتاريخ المصري إنه يجمع كل هذا العدد في مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب. من أبرز الشخصيات اللي تم منحها درجة الدكتوراه البحثية وسفير العلم والإبداع معالي اللواء الدكتور أحمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربية، وكان بيتكلم على
حرب أكتوبر وانتصاراتها، وكيف أن هذه الحرب مستمرة إلى وقتنا هذا بما يعرف بحروب الجيل الرابع. وصراحة أفادنا كثيرا، من ضمن الباحثين الدكتورة شيرين جودة، واتكلمت على بعض المشكلات الأسرية وإزاي إن احنا نتعلم من هذه المشكلات ونحقق نجاح ونحل هذه المشكلات. كان دكتورة إجلال اللواء واتكلمت على تأثير الغضب وتأثيره على جهاز المناعة، وهي مدير عام مجلس علماء أمضاء مصر العرب، وقدم لها كل التحية والتقدير. كل التحية لدكتورة إجلال طبعا. نعم. ودكتورة مها اتكلمت على علم الرفلكسولوجي والطب الفرعوني وازاي يعالج أطفال التوحد. فعندنا ما شاء الله يعني حاجات كتيرة جدا، علوم مختلفة دايما بنركز عليها عشان البحث العلمي ده ازاي نستثمره على أرض الواقع، وهو ده الهدف من المجلس، ان أقدم بحث وأيا كان المجال، ومش لازم التايتل التعليمي نهتم به زي الجامعة، لكن أنت ادعيت علم والبين على من ادعى، تعالى اعرض قدام الهيئة الاستشارية العليا المكونة من الدكتور باسل الجاسم رئيس قسم التغذية العلاجية جامعة دمشق، الأستاذة الدكتورة جيهان النمروسي أستاذ علم النفس جامعة الأزهر. السفيرة الدكتورة جيهان النمروسي. نعم. من الشخصيات المحترمة والشخصيات العامة يعني. صحيح، ومن الشخصيات القوية جدا علما وخلقا. طبعا. عندنا أساتذة كثر بصراحة، أستاذ الدكتور مدحت أبو النصر أستاذ ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية وعميد معهد الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان. فأنا بقدم بصراحة كل التحية والتقدير ليهم، إن إحنا إزاي بنرتقي بالبحث العلمي وفي نفس الوقت إزاي نستثمر ده على أرض الواقع، بحيث المستثمر يستفيد، الباحث يستفيد، والدولة تستفيد. كل التحية لمنصة مجلس علماء مبدع مصر والعرب برئاسة الفيلسوف سعد المصري. أشكرك. وأنا أعلم هذه القمات ممن يحمل الثقافة ممن يحمل الحب والسلام. نعم. المنتشر مش في مصر بس، لا في الوطن العربي. صحيح. دكتور سعد، انت النهارده قلت لي محضر لك مفاجاه لبرنامج ازمه اخلاق. نعم. وقبل الهوا قلت لي او من يومين قلت لي برضو ان في تكريم لبرنامج ازمه اخلاق. صحيح. طبعا البرنامج قائم مش عليا خالص، طبعا على فضيله الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. نعم. وانا اذا كنت بكرم النهارده في برنامج ازمه اخلاق، فاحنا هنهدي التكريم ده لكل مشاهدينا النهارده. يعني تقدر تقول لي ملخص برنامج ازمه اخلاق وما صنعه في الشارع المصري من وجهه نظر مجلس علماء ومبدع مصر والعرب؟ نعم، زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بنركز على الايجابيين. بنشوف كتير جدا برامج في التلفزيون، ولكن للاسف يعني تيجي تشوف فحوى هذا البرنامج او الهدف من البرنامج اما بناء او هدم. واحنا دايما كحريصين على الدوله المصريه وسيادة الرئيس، احنا دايما وراه وفي ظهره وفي كتفه، لازم نبني هذه الدولة. ما نحاولش ان احنا نكون كمان عاملين مساعدين نركز على السلبيات ونهدم الدولة وكأن ما فيش اي حاجة كويسة موجودة في المجتمع المصري. من ضمن الحاجات اللي احنا مركزين عليها جدا برنامج ازمة اخلاق بتاع حضرتك. ربنا يخليك. فازمة اخلاق احنا شايفين فيه تغيرات كتيرة جدا في الشارع المصري، الشباب بطريقتهم واسلوبهم، في نفس الوقت طريقه التعامل. فاحنا بنقول هنا ان في ازمه، طبعا في ازمه مش هنغمض عينينا، ولكن المهم بعد عرض الازمه ما حل هذه الازمه. فلقيت ان برنامج ازمه اخلاق هو بيقدم مشكله وفي نفس الوقت ايه الحل لهذه المشكله، يبقى احنا كده سلطنا الضوء، عرضنا المشكله وحلها، وهو الدور الايجابي. عشان كده يعني من ضمن البرامج اللي احنا اخترناها كمجلس علماء ومبدعي مصر العرب والهيئه الاستشاريه العليا لمجلس علماء ومبدعي مصر والعرب، ان احنا نختار برنامج ازمه اخلاق، ويتم تكريم شيخ ايمن المصري طبعا ودكتوره سهير وحضرتك استاذ ابراهيم خلف الله على الدور الايجابي اللي بتعملوه، وازاي خلق وعي ثقافي وعلمي للمشاهد اللي بيتابعنا في برنامج أزمة أخلاق. طبعا يا دكتور، شرف كبير وشرف عظيم إن رئيس مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب الفيلسوف سعد المصري بشخصه، وده حدث جديد من نوعه. إن صحيح. يعني المفروض احنا نجيلكم، احنا نكرمهم بالبرنامج. يعني المفروض احنا نجيلكم يا دكتور مجلسكم الموقر يعني، ولكن ما حلفنيش الظروف طبعا، وانت عارف ان انا اعتذرت لك كتير جدا وقلت لك ظروفي الشخصية يعني.
ان انا ما حلفنيش الحظ ان انا اكون متواجد معاك، بس طبعا انا متواجد معاك في كل مجال تسكن انت حضرتك تشهد بذلك يعني. نعم صحيح. يعني ده شرف كبير وشرف عظيم لبرنامج ازمه اخلاق، واذا كنت انا اقل قيمه في هذا في هذا الفريق اللي عامل بجد ده يعني، والناس دي كلها يعني فريق ازمه اخلاق كله بيشتغل لوجه الله تعالى، وفعلا هدف البرنامج السامي ان ازاي يعرض المشكله ويعرض حلها، يفتح الملف وما بينسبش اي ملف الا ما نوصل لنهايته يعني، ونحاول بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء ان احنا بنحاول نلف الملفات. طب شوف هتعمل معانا يا دكتور يعني. احنا بس عايزين سريعا في بعض الصور نشوفها في المؤتمر 27 المقام في وزاره الشباب والرياضه، بحيث الناس تشوف المؤتمرات بتاعتنا شكلها ايه. تمام يا دكتور. المخرج استاذن مخرجنا الجميل ينزل لنا بعض الصور لمجلس علماء ومبدعي مصر والعرب. ده هنا اهو معانا سياده الوزير حسين مسعود وزير الطيران المدني الاسبق، واحنا بنكرم ابطال 6 اكتوبر وكمان اهل الشهداء ابطال 6 اكتوبر. ده في مجلس علماء ومبدعي مصر العرب، ده سياده اللواء احمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربيه الاسبق، واللي قدم رسالة بحثية ونال فيها درجة الدكتوراه البحثية وسفير العلم والإبداع في حروب الجيل الرابع. معنا الدكتورة العظيمة الدكتورة جيهان النمرسي، وده الأستاذ أشرف كمال المنسق العام العسكري والمتحدث الرسمي لأبطال حرب 6 أكتوبر. فدي طبعا حاجات جميلة وذكريات جميلة إن الواحد بيشهد نصر ونجاح لرحلته الكفاحية. معانا شيخ المصورين الاستاذ رمسيس مرزوق، وما شاء الله ليه معرض ان شاء الله سيقام في ده المصور الاول. نعم. ليوسف شاهين، يوسف شاهين العظيم، يوسف شاهين طبعا. صحيح. طبعا. الاستاذ الدكتور اشرف ابو النجا كبير المخرجين بالتلفزيون المصري وانضمامه الى الهيئه الاستشاريه العليا، وفتحنا المجال للابحاث العلميه الخاصه بالاخراج وفنون الاخراج والسينما في مجلس علماء ومدع مصر والعرب. أنا بس في النهاية يعني عايز أقول لك بس ربنا يبارك في عمرك وفي عملك وفي وقتك. الله يخليك. وأنا أعلم جيدا أن شغلك الشاغل هو الوعي والثقافة والحب والسلام، وفعلا بتقدر ناس يستاهلوا فعلا التكريم والتقدير. نعم. وتحياتي طبعا لمعالي السفيرة الدكتورة جيهان النمرسي أخت وصديقة من السيدات المحترمة جدا. نعم. وعلى المستوى الشخصي هي سيدة تحب الجميع. نعم. تحياتي لك يا دكتورة طبعا. طب انا بس عايز يعني التكريم كده. طبعا انا يعني بشكر كتير قوي فريق برنامج ازمه اخلاق، بشكر طبعا كتير قوي الاستاذ محمد الشاهد مدير عام الاستوديو اللي تعب معانا كتير في البرنامج، وبشكر طبعا الاستاذ نصر الشاهد مدير عام الانتاج، وعلى راسهم الدكتوره فاتن عرفه على فريق على قائمه او على راس فريق برنامج ازمه اخلاق دكتوره فاتن عرفه. طبعا بحيي طبعا كتير مخرجنا الجميل مخرج ازمه اخلاق الاستاذ محمد عزت، بحيي طبعا فريق الاعداد مدير الاعداد الاستاذ حمدي احمد، المدير الفني هاني محسن، فريق السوشيال ميديا الاستاذه نوران همام والاستاذه نرمين محمد والاستاذه دينا احمد مونتاج، والاستاذ محمد شحاته مونتاج، والاستاذ محمد عبد السلام، ومهندسين الصوت الاستاذ علي حسين والاستاذ اسلام سعيد، والمصورين بتوعنا الجمال استاذه ياسمين صلاح والاستاذ محمد نجاح والاستاذ محمد سعيد والاستاذ علاء عبد المقصود والاستاذه نورهان محمد، ومنفذين الدكور اللي تعبوا معانا كتير قوي في هذا البرنامج استاذ اسامه بيومي وكرماني طه ومحمد علي حسين، ومنفذين الانتاج عمرو غيث كريم شعبان، مدير الامن والانتاج الاستاذ احمد عزت، انا طبعا بحييهم وبستاذن مخرجنا الجميل كل فريق ازمه اخلاق النهارده. التكريم ده مش للبرنامج ولا التكريم ده لينا كلنا كفريق عمل وهب عمله لله، والناس كتير وقفوا جنب البرنامج دوت وطلعوه للنور. انا بستاذن بس مخرجنا الجميل يدخل كل فريق ازمه اخلاق معانا هنا في الاستوديو، طبعا في وجود وزير السعاده الفيلسوف سعد المصري. اتفضلوا يا شباب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حلقتنا طبعا حلقه مش عاديه، انا برحب بيكم طبعا. يا اهلا يا اهلا استاذ نصر، اهلا وسهلا استاذه اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا شبابنا كل الشباب اللي تعب في برنامج ازمه اخلاق. اتفضل يا استاذ احمد.
طبعا يا ريت بقى. اه طبعا التكريم النهارده مش لابراهيم خلف الله ولا الداعيه الاسلامي ايمن المصري، التكريم ده بنهديه طبعا لقناه الصحه والجمال، هذه الشاشه الهادفه، هذه الشاشه المحترمه، هذه الشاشه الواعده والواعيه ايضا. طبعا دي شهاده من مجلس علماء ومدعاء مصر والعرب لبرنامج ازمه اخلاق بقياده البطل يعني والاعلامي القدير ابراهيم خلف الله. ربنا يخليك. الف الف مليون مبروك. تسلم لي يا دكتور. وطبعا للاسره الجميله الشيخ ايمن. اخر واحد دكتور. الله يخليك. دكتوره سناء. دكتوره سهير. اتفضلي. اهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك يا رب. وطبعا دي حاجه بسيطه. الله يخليك. ووسام الحضاره المصريه الفرعونيه من مجلس علماء ومدعي مصر والعرب. شكرا يا دكتور، متشكر جدا. الله يعافيك. طبعا تكريم مثل هذا المجلس الموقر العظيم، مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب، مش شخص بعينه يعني، هو كل فريق برنامج ازمه اخلاق، الناس اللي تعبوا معانا، مدير الاستوديو ومدير الانتاج الاستاذ نصر الشاهد، طبعا كان له دور كبير جدا في خروج هذا البرنامج للنور يعني، عبر هذه الشاشه الهادفه، عبر هذه الشاشه المحترمه الواعيه فعلا بما تقدمه يعني، وتحمل المسؤوليه. طبعا بحيي دكتوره سهير فاضل بتكرمها النهارده من مجلس علماء مبدعي مصر والعرب. تحياتي لكم يا شباب، كنتوا منورين طبعا، وشكرا لتعبكم جدا، كل حد اشتغل في هذا البرنامج يعني لا يجازيه الا الله يعني. طبعا دي برضه حاجه بسيطه، شهاده مواطن بامتياز، وده اللي بنسلط فيه الضوء على كل مواطن سواء في مصر او الدول العربيه، مصري بامتياز، اماراتي بامتياز، كويتي بامتياز، لكل شخص حاول ان يضع لبنه صغيره ايجابيه في هذا المجتمع وهذا الوطن العربي. وزي ما قلت كده، المجلس هو هدفه الارتقاء بالامه العربيه، وزي ما بنقول يا استاذ ابراهيم ودايما بقولها في المجلس علماء مدعاء مصر العرب، لا ترتقي الامه الا بعلمائها المخلصين. أكيد. وكل شكر وكل جزيل الشكر لحضرتك، والف مليون مبروك. مواطن بامتياز. مواطن بامتياز. ربنا يخليك. حبيبي. شكرا يا دكتور سعد. الله يخليك. طبعا انا بحيي فيلسوفنا الجميل دكتور سعد المصري. التكريمات دي يا جماعه كتير عليا جدا يعني، وانا مش واخد على موضوع التكريمات ده والله خالص. لا اتفضلي والله. على فكره كل ده هيهدى طبعا لبرنامج لفريق برنامج ازمه اخلاق، انتوا اللي تعبتوا وانتوا اللي ظهرتوا هذا البرنامج للنور، وانتوا اللي وقفتوا في ظهر دايما البرنامج ده، انتوا الناس اللي بتتعبوا بجد، الناس اللي خلف الكاميرات دول يا جماعه بنسميهم الجند المجهول، ولولاهم ما كانش يخرج اي برنامج ناجح. طبعا انا بحيي كتير قوي فريق عمل ازمه اخلاق، منتجين بقى ومعدين وديكور وصوت واضاءه، وفريق السوشيال ميديا، والناس الخارجيين اللي هم بيشتغلوا معانا من بره، فريق كبير، فريق عريض، وقف باحترام ووقف بقوه، وكان عنده هدف ان يوصل البرنامج ده للنور، واكيد انتوا حضراتكم عارفين قيمه هذا البرنامج يعني. تحياتي انا بهدي كل التكريمات دي للساده المشاهدين في البدايه يعني. متشكر جدا يا دكتور سعد. انا طبعا بهدي هذه التكريمات يعني لزوجتي الحبيبه اللي دايما واقفه جنبي يعني، بتشجعني يعني بتدفعني للامام. يكفي بس ان هي يوم البرنامج ما بتنامش خالص عشان تصحيني. انا بشكرك طبعا زوجتي الحبيبه الوفيه المخلصه، ربنا يخليك لي يا رب. ويخليك لنا مميزة. كما أهدي طبعا التكريم طبعا في الأول وفي الأخير للداعية الإسلامي، الرجل اللي استقطع كتير أو من وقته، وعالم بمعنى كلمة عالم، ولا نحسبه على الله خيرا ولا نزكي على الله شيئا، الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. نعم ما شاء الله. كما نهدي هذا التكريم لمدام سهير فاضل سيدة الأعمال اللي وقفت دايما جنب البرنامج، وهي سيدة عظيمة وسيدة قيمة، نحسبها على الله خيرا. بهديك هذا التكريم يا دكتور. كما أهدي هذا التكريم طبعا
لفريق عمل واعداد برنامج ازمه اخلاق في داخل الاستوديو وخارجه يعني، وبمنحه للاعلاميه الجميله ايمان حجازي، وللجندي المجهول نجم السوشيال ميديا اللي دايما تعبان معانا بيعمل لنا بانرات وبيعمل لنا دعايه، نجم السوشيال ميديا علي لوشه، تحياتي ليك يا علي، وللاعلاميه رشا المصري، وللمستشار الاعلامي الاخ والصديق عادل عبد المنعم، تحياتي طبعا بهديلهم التكريم ده، ولكل واحد شارك معانا في ظهور هذا البرنامج الكبير، وهو برنامج بيفتح كل معاكم كل الملفات الشائكه، ويفتح معاكم كل القضايا، ويناقش كل السلبيات ويناقش ايضا الايجابيات. تحياتي برنامج ازمه اخلاق لكل من تعب وكل من حط ثمره او لبنه زي ما قال الفيلسوف سعد المصري في هذا البرنامج. انا بحييكم جدا كتير يا شباب. شكرا. يلا بقى عشان نشوف شغلنا. نشوف شغلنا بقى. ربنا يبارك لكم يا شباب. اتفضلوا. أعزائي المشاهدين، هنرجع لموضوع الحلقة مع ضيوف الكرام بعد ما اتكرمنا طبعا من مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب، وكان مشرفني النهاردة وزير السعادة الفيلسوف سعد المصري، شخصية عظيمة، شخصية كبيرة يحترمها الجميع ويحبها الجميع أيضا. شيخ أيمن، احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن سحر التفريق وسحر التخيل. سحر التفريق وسحر التخيل اتكلمنا فيه واستفضنا فيه كتير جدا. النهارده عايزين نتكلم عن سحر المرض. ولما فتحنا ملف السحر والشعوذه والدجل والسحر واضراره والسحر وانواعه، ما كنتش اعرف ان المجتمع المصري مريض بهذا الحد. كتير جدا مبتليين من الله سبحانه وتعالى. تليفوناتنا ما بطلتش على مدار الاسبوع كامل يعني من ساعه ما فتحنا الملف دوت. فانا لما فتحت هذا الملف يعني قلنا حلقه او حلقتين، النهارده للحلقه الرابعه بنتكلم عن السحر وانواعه والسحر واخطاره والسحر ودماره. فعايزين نعرف يعني سحر المرض ده تشرحه لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وبعد. طبعا موضوع السحر ده شاغل الشارع المصري الان. تمام. ان موضوع السحر كتير جدا والله، في حالات يعني يدمع او يرق منها القلب وتدمع منها العين. انا يقدر ان كل يوم ممكن ابقى انام حزين من كتر الاتصالات ومن كتر الحالات اللي بتتعرض عليا، حاجه يعني فعلا وجع والم. والعيب مش على الساحر، مشكله في اللي بيروح للساحر او بيروح للدجال او بيروح للعراف او بيروح للكاهن. تمام. الناس دي لو تعرف ان هو وصل كده لمرحله الكفر، كفر، عارف يعني كفر؟ انت كده بتكفر بالله. راح تاذي اخوك المسلم، رايح تدمره، رايح تقدم له من الاوجاع والالام والاسقام لا يعلم عنها الا الله. تخيل انت حالك ايه قدام ربنا يوم القيامه لما تقف كده. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. لما تقف كده يوم القيامه بين يدي الله وستفضح امام العالم باكمله، كل الناس اعلى مسمع ومرأة على الجميع، هتقول ايه ربنا لما تفضح كده قدام الناس ان انت رحت عملت سحر لفلان، مرضت فلان، او عملت سحر لفلان؟ هيكون موقفك ايه وشكلك ايه قدام ربنا؟ الله يشفيك. دايما انا بسمع يعني كتير قوي من تليفونات يقول لك الاقربون هم اللي دايما يضروا الناس دي. يعني بص، تلاقي واحده بس لما اتصلت تقول ايه، مرات اخويا هي اللي عملت لي السحر، بنت عمتي هي اللي عملت لي السحر، وتلاقي الاسباب تافهه جدا ما تستدعيش العمل الكبير ده والعمل القذر ده يعني. واسمحوا لي في الالفاظ يعني، مثل هذه الاعمال الخبيثه، الاعمال القذره التي لا تؤتى من احد مؤمن او مسلم خالص. خالص ابدا. تخيل انت واحد راح يؤذي انسان، بيأذي بقى بايا كان. ده السحر ده بيدمر يعني. سحر المرض ان شاء الله هنتكلم عليه النهارده. راح يعني للساحر عايز يمرض فلان. عارف يعني ايه سحر المرض؟ استفيد ايه بس يا شيخ ايمن يعني يمرضه يعني؟ انا يعني لو في غيره او في حقد دايما كده يبقى مش عايز، يبقى معاه مال وفير، ما معاش مال كتير يعني مثلا. لكن سحر المرض ده والعياذ بالله يعني يستفيد ايه لما يمرض انسان؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ده حاجه كده يعني، مرض ايه؟ مرض، كلمه مرض دي حاجه بسيطه. واحد عنده قلبه ده مليان حقد وضغينه وكراهيه وبغضاء
وكره للناس وكره للعالم كله. انت لما تروح تعمل سحر بمرض فلان، عارف يعني ايه؟ انت بتشل اركانه. انت بتخلي لا حول به ولا قوه. سحر المرض ده خلي بالك يسبب السرطان والعياذ بالله، او السكر او الضغط، يعني اقل حاجه، اقل امراض. يعني في سحر بيعمل بيجعل الانسان المسحور يبقى مريض سرطان والعياذ بالله. تخيل يتعاطى بقى جرعات كيماوي، شوف شكله هيبقى ايه. والعياذ بالله. وهذا العلاج لا يستطيع الاطباء ان هم يكون في شفاء منه. يعني تصدق يعني بيروح المريض لازم يتفك بالقران. يعني في ناس كثير اتصلوا عليا شيخ ايمن قالوا لي عملنا اشعاعات، عملنا فحوصات، عملنا تحاليل، كل التحاليل ايجابيه، مفيش حاجه فيهم وحشه. الدكتور حتى يعني بيستغرب، طب اللي انت بتحسيه ده ايه؟ لدرجه قالت لي مره الدكتور مش مصدق ان انا عندي المرض، ما كل الفحوصات قدامه سليمه، كل التحاليل قدامه سليمه، بس هو شايف اعراض المرض على الموجود على المريض. تمام. فهو مش مصدق هو جاله ازاي، واخد بالك؟ والدكتور مفيش اي طبيب يقدر يعالج ويداوي هذا المرض. لازم دواؤه بفك هذا السحر. ما ينفعش دواء لك، ولا لو خد كل جرعات الكيماوي. طب هل يفك السحر بالسحر يا شيخ ايمن؟ لا طبعا، سريعا يعني حرام، لا يجوز. حرام. لا يجوز فك السحر بالسحر. انا صلى الله عليه وسلم اخبرنا هذا. ما جعل الله من دواء او من حرام دواء، ما ينفعش اي حاجه فيها حرام يبقى فيها دواء. هو اساسا ساحر، هو فيه سحر ابيض وفيه سحر اسود. السحر الابيض ده اللي هو بيفك بقى الايه؟ الاعمال. يعني انت برضك حتى لو رحت لهو الكاهن او العراف او الدجال، اللي المصيبه اللي الناس بتقول عليه شيخ، هم فاكرين ان هو شيخ، لكن هو دجال او عراف او ساحر او كاهن. كل الصفات دي بتجتمع مع بعض. فاي واحد بيكفر بالله هيروح يقول له عايز احل السحر او افك السحر، ماشي. طبعا هي اهم حاجه عندهم الفلوس، الماده اللي بيتكسبوا منها. تمام. هيجي يفك السحر، هيفك عن طريق مين؟ عن الجان. الجان. يبقى ده حلال ولا حرام؟ طبعا بيستعين برضك بالجان، حتى لو في خير ما ينفعش استعين بالجان، لان انا عندي كلام الرحمن. ده اقوى سلاح للدواء. هو القران، الرقيه الشرعيه. وربنا ما خلقش دواء من محرمات يعني يا شيخ ايمن خالص ابدا. فطبعا انا بس عايز اقول حاجه، يعني بعض اللي بنقول عليهم شيوخ، او مش احنا طبعا، بعض اللي سموهم المجتمع شيوخ، يعني يقول لك لا السحر في نوع من السحر كده اسمه المنفوخ المشروب والمنفوخ المأكول. وانا قلت الكلام ده في حلقه ماضيه، يعني قال لك ما بينفعش ينزل بقى لا برقيه ولا بسنه ولا بتلاوه قران. طب ايه يا عم الحل في الموضوع ده؟ يقول لك عشان هو السحر ده نزل بطنه يعني وعمل له مرض معين، فلازم ياخد الخلطه دي من عندي يستعملها لمده 15 يوم. طب نساله الخلطه بكام؟ يقول لك الخلطه دي مثلا ب 2000 جنيه. طب الخلطه دي لا يعلم الله عنها شيئا، مكوناتها ايه، حلال في حرام بقى ما حدش عارفها، ما نعرفش طبعا الخلطه ده اللي بياخدها ده هتنزل معدته تعمل فيها ايه. ده حتى الدكتور ممكن يكون هو الدكتور طبعا اللي ربنا كرمه يعني وبيعالج ودكتور بشري، في جسم يتقبل نوع من المرض واحد، المرض هو بس جسم يتقبل نوع من العلاج ونوع ما يتقبلوش فبيكتب له علاج تاني. تخيل الخلطه دي موجوده كميات كتير على الرف عنده، وكل واحد داخل يدفع 2000 جنيه ياخد الخلطه ويمشي واكل عيش يا مولانا. بص يا زبرين يعني. احنا هنقولها وللمره العاشره بنقولها. يا جماعه كل واحد راقي نفسه. انت الاول بتبتدي بنفسك. رقيه شرعيه، قران، اذكار. دعاء، اهم شيء الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يتقرب الى الله بالدعاء، لان الذي انزل هذا الضر هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي سيرفع عنك هذا الكرب؟ الله. يبقى بالدعاء بالاذكار مفيش نتيجه، او لسه السحر قوي جديد. هروح بقى لراقي بيتقي الله. واحد معروف ومشهور بالصلاح والتقوى. شيخ بيتقي الله، معروف عنه انه هو صالح تقي. ده يعني ليه بقى؟ لان القران هيبقى طالع منه بكل خشوع وذل وانكسار، فيبقى تاثيره اقوى على المريض. خلي بالك، يبقى انا اول حاجه اعالج نفسي بالاذكار والرقيه الشرعيه، مفيش نتيجه. اروح للراقي اللي هو بيشتهر بالتقوى. شغل بقى اللي بيروح لواحد في الديره اللي يخش يلاقي بقى اوضه ضلمه كده وبخور، كل دول صحراء ودجالين. طب يعني يا شيخ ايمن عايزين رساله مباشره كده للساده المشاهدين، يعني اللي ينفع في موضوع السحر ده، احجبه، خلطات، بخور، ملح، الحاجات اللي احنا بنسمعها، الحاجات الشائعه، كل دول تبع الدجالين. يعني كل اللي يعمل معاك كده
او كل اللي اعرف انه ساحر او عراف اه قولا واحدا قولا واحدا ما فيهاش اطلب منك صوره شخصيه اسم المريض أيوة. او اسم امه او اثر منه فارن اي حاجه من هدومه أيوة. او شعره من جسمه اي الحاجات دي كلها تعرف انه هو ده عراف او ساحر او دجال ما روحش عنده لكن اللي هخش عنده اعرف ازاي هو شيخ تقي القران بيقرا الرقيه الشرعيه فقط واذكار من اذكار من التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم غير كده عشان في ناس برضك بتستعمل القران وهم يعني في الوش كده بس عشان تقول ان هو شيخ يبص تلاقيه بيتمتم بكلام كده انت مش فاهمه طلاسم كده ومش عارف ايه تعرف ان هو برضك عراف او ساحر عرف او ساحر ابعد عنه عرف او ساحر هنعرف الكلام ده داخل الحلقه بعد المداخله يا شيخ ايمن معانا الاعلاميه والصحفيه الزميله ندى حسني اهلا بيك يا استاذه ندى اتفضلي ممكن بس حضرتك تعلي صوتك شويه يا فندم اهلا يا استاذ ابراهيم النهارده بنتكلم عن الاسحار والناس اللي بتروح للدجالين والناس اللي بتروح للمشعوذين سريعا كده تقول لهم وجير رساله ليهم يعني طبعا الناس دي اصلا ما تعرفش ربنا اه لانها لو بتعرف ربنا اصلا مش هتفكر تعمل حاجه زي كده تمام وبعدين السحر ده شيء من عمل الشيطان وكل ان انا اعمل حاجه زي كده يعني انا عايزه اضر غيري فطبعا لا عندي ضمير ولا عندي اخلاق وده من ازمه الاخلاق بس انا كنت عايزه اتكلم في حاجه ثانيه يا استاذ ابراهيم سريعا بقى يا استاذه ندى من فضلك يعني ازمه الاخلاق يعني السحر ده معمول سرا انا مش هاجي اقول لك انا بعمل لك سحر تمام ولكن ازمه الاخلاق العالمي اللي هي ان انا باذيك عيني عينك زي حادث القطار انا كان نفسي تتكلم عن حادث القطار وعن ازمه الاخلاق اللي حصلت الايام دي الازمات كثيره أوي. جدا في الشارع المصري يا استاذه ندى واللي ربنا بيقدر لنا يعني بنتكلم فيه ايوه يا فندم بس احنا فاتحين ملف السحر بقالنا على مدار اربع حلقات النهارده فملف وعايزين نوصل لنهايته يعني يا فندم هو طبعا احنا من عز طبعا اهل الشهيد محمد عيد من منطقه مبيوم شبرا الخيمه فريق أزمة أخلاق بيقدم يعني التعازي لهذه الأسرة وإن شاء الله هو في الجنة يعني الراجل كان بيجاهد على أكل عيشه وربنا يرحمه يا رب اتفضلي يا أستاذ ندى سريعا فطبعا يا فندم أنا بتكلم على إني إحنا طبعا حادث القطار ده حادثة طبعا مؤلمة ولكن أنا عايز أعرف إن أنا شايفة واحد بينتحر قدامي فين الناس اللي موجودة اللي تقدر تساعد أنت ما أنت بتساعد كده كده وبتعمل نفسك باشا ونفسك بيه انك انت تساعد الناس وانا عايز اتبرع وما اتبرع يعني انت علني بتتبرع وقدامك شابين زي دول بينتحروا قدامك مش قادر انت يا استاذه ندى تقصدي يعني الساده الركاب اللي كانوا قاطنين هذه العربه يعني من القطار طبعا المشكله مش على الكمساري بس المشكله على الناس كلها السلبيه اللي بعد ما كانوا واقفين بيصوروا بتصوروا ايه وبعد ما تحصل الحادثه بتتكلموا عن ايه انتوا زعلانين على فكره دم الشابين دول في رقبته لان واحد دلوقتي مصاب هيعمل ايه يعني هيمشي ازاي ده رجله اتقطعت ربنا يشفيه ويعافيه اكيد رسالتك وصلت استاذه ندى شكرا للاعلاميه والصحفيه ندى حسني كنت معانا مشرفاني شكرا جزيلا استاذه دعاء معانا اهلا وسهلا استاذه دعاء اتفضلي سريعا يا فندم ايوه السلام عليكم يا استاذ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم ايوه يا استاذ ممكن اكلم الشيخ ايمن مصري اتفضلي الشيخ ايمن معاكي اتفضلي ايوه طب يا شيخ انا واحده تعبانه بقالي 12 سنه متجوزه ابن عمي ورحت المشايخ كتيره ومشاكل بيني وبين جوزي واصله لحكايه الطلاق معايا ثلاث اطفال ومتدمره خالص وشفت امراض نفسيه ورحت المشايخ كلها بتقول انت عندك سحر اسمه سحر سفلي انا حياتي متدمره خالص ومعايا ثلاث اطفال وانا وصل الطلاق كل ما اروح لشيخ يقول لي انت معمول لك بالطلاق والمرض بالطلاق والمرض وعلى طول يا شيخ على طول في دماغي حاجه تساعد مع ربنا تكفرني يقول لي ربنا مش موجود تكفرني كشفت عن بصر امراض نفسيه ده مين اللي بيقول لك كده ده مين اللي بيقول لك حاجه في دماغي كده يا شيخ على طول هاتف يجي في دماغك يقول لك ان انت مش مسلمه مش مؤمنه مفيش حاجه اسمها ربنا زي حكايه الشيطان زي حكايه القرين متصلب عليا والعياذ بالله الشيخ ايمن عايز تسالها في حاجه يا شيخ متصلب عليا ثانية يا شيخ تعبت انا بقالي 12 سنة ومعايا ثلاث اطفال متدمر وانا حاليا على المدرسة وانت الشيوخ اللي رحت لهم دول يعني محدش عارف يعالجك؟ قالوا لي انت عندك سحر اسمه سحر سفلي طيب ماشي ما فكوش ليه السحر؟ بس قالوا لي يا شيخ قالوا لي ده السحر السفلي ده احنا مالناش دعوة بيه ده بيتحكم حاجات وحشة لا يبقى مش الشيوخ دول مش شيوخ يا ماما
احنا قلنا احنا نروح للناس اللي بتتقي الله، واحد راقي دارس يعني ايه رقيه شرعيه. بس الرقيه الشرعيه دي مش ان انا اقرا قران برضك، هو دي دراسه علم، علم بيتعلم ازاي افك سحر بالرقيه الشرعيه. فانت بس تتقي رقمك في الكنترول او تواصلي بيا بعد البرنامج وان شاء الله اقول لك تعملي ايه. ماشي يا سيد، الف شكر. الله يكرمك. سيبي رقمك في الكنترول، الشيخ ايمن هيرد عليكي بعد الحلقه ان شاء الله. دكتور سعد، انت شايف قد ايه المجتمع بتاعنا مبتلي؟ يعني لما فتحنا الملف ده وقلنا يعني حاجات بسيطه، يعني ما كنتش متخيل قوي ان كميه الاوجاع اللي في المجتمع ده. نعم. مدى قناعتك عن السحر والسحره والاعمال والاحجبه والحاجات دي؟ يعني عايزين نوجه رساله قويه لمجتمعنا. وانا اعلمك تحمل من الثقافه الكثير والكثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة يعني موضوع سحر، يعني أنا بس عندي تحفظ على كلمة سحر، هل أنا مسحور ولا لا؟ ولا أنا مريض نفسيا؟ تمام. أو عندي مشكلة نفسية؟ لأن أنا ممكن أسحرك بالكلمة، ممكن أوهمك إن أنا عملت فيك كذا وكذا وكذا. الشيخ أيمن بارك الله فيه قال إيه؟ يعني مفيش أي ضرر ممكن يحدث للإنسان اللي هو بيتقي الله ومع ربنا وذاكر لله وبيصلي. أنا مع الأقوى. هل تتخيل الأقوى أي حد يقدر يأثر فيه؟ لا طبعا إطلاقا. ملك الملوك، ملك الملوك. هو اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظنا. القرآن فيه شفاء، الذكر فيه شفاء. ويمكن ده بيحضرني، كان في فتاة عندها مشكلة في القلب ودي مرض طبي. تمام. التشخيص لما البنت كانت بتعاني، راح الشيخ اللي هو والدها وراجل تقي وصالح يعني لا نزكيه على الله، أخذ البنت في مستشفى حكومية وكان هناك خبير أجنبي حاول إنه هو يتعامل مع هذه الفتاة، فلقى أن هذه الفتاة تعاني من ثقب في القلب وقال لك لازم عمليه، والعمليه دي مش هتتم الا يا انجلترا يا امريكا. تمام. طب هتتكلف كام؟ قال هتتكلف حوالي 100,000 دولار غير السفر والاقامه. الراجل يعني بسيط جدا. فقال بالعفويه، هو انا حلت 100,000 قرش عشان يكون معايا 100,000 دولار؟ قال له طب يعني يا حاج هتعمل ايه؟ البنت هتموت. قال اللي جابه صح هو اللي ياخده. صح. بص العفويه. طبعا اللي جابه هو اللي ياخده. هو اللي ياخده. هو ده اليقين بقى اللي بنقول عليه يا دكتور، اليقين بالله. اليقين بالله. الراجل عمل ايه؟ اخذ الفتاه وحط ايده على قلبها وقال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافيه الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى بهذه الصيغة أسبوع اتنين، البنت حست كأن الألم ده بيتخدر وعايز يطمئن على بنته. إدارة المستشفى اتصلت وقالت له مفاجأة حلوة جدا لما راح، إن الخبير الأجنبي هياخدها ويعالجها على حسابه مجانا. خلينا نقف عند الخبير يا دكتور بعد المداخلة، وأنت عارف إن برنامجنا طب يا الله تحت أمر المشاهدين. اتفضل. معانا الإعلامية الجميلة والزميلة إيمان حجازي. أهلا بك يا إيمان، شرفتيني. اتفضلي. أستاذ إبراهيم صباح الصحة والجمال عليكم. صباح الخير يا فندم. بجد مليون مبروك. ربنا يبارك على حضرتك. شكرا يا إيمان، وأنا عارف إن أنتِ مجهوداتك كبيرة في هذا البرنامج، وأنا أهديتك إهداء أو تكريم مجلس علماء مبدعي مصر والعرب. لا بجد انتوا تستحقوا كل تقدير، حضرتك والشيخ ايمن، وبصبح على الدكتور سعد المصري ومدام سهير، تحياتي لحضراتكم. وانت عارف ان انا بعشق اسم البرنامج بتاعك. ربنا يخليك يا ايمان، شكرا، متشكر. مليون مبروك ليكم. ربنا يخليك يا ايمان، متشكر جدا. انا متشكر طبعا للاعلاميه الزميله ايمان حجازي، شرفتيني يا ايمان. دكتور سعد، فاستكمالا للامر، طبعا الام فرحت جدا ان الالم خلاص هيروح عن بنتها، ولكن الراجل لا ما فرحش، اللي هو الاب. عملوا تحليل فحوصات عشان يجهزوا العمليات في الدوله سواء امريكا او انجلترا، ولكن المفاجاه ان الطبيب طالع ويقول كلمه واحده، امبوسيبل. امبوسيبل ايه؟ امبوسيبل مستحيل. مستحيل ايه؟ ان ما فيش ثقب في القلب. فقال بكل كلام كده وثقه، من العبقري الذي اجرى هذه العمليه الجراحيه الدقيقه؟ فالراجل بعفويه قال ايه؟
انا قلت من هنا من مكاني اللي جابه هو اللي ياخده. ودي قدره الله سبحانه وتعالى. فدايما نقول يا جماعه حكايه السحر موجود مش موجود، انا يعني بقناعتي هو يقيني بالله سبحانه وتعالى. نعم. وفضلت الشيخ ايمن ركز على الحته دي قوي، وكان كله تركيز، وطبعا يقول ايه بقى، لازم يكون عندك قناعه وعندك يقين ان ربنا هيشفيك. لو ما عندكش اليقين ده، هو ده لو جبنا لك 100 شيخ، هو ده شيخ، هو ده اللي احنا بنقوله. يعني لسه الاخت بتقول انا بيجي لي هواجس ان ما فيش ربنا، ما فيش كده، ما هو فين اليقين ان انا اعالجك بيه؟ افعال شيطانيه دي يا دكتور. حتى لو خد دواء كيميائي يعني بيؤثر في الجسم، تفاعل كيميائي ما فيش دكتور. يبقى عندها مرض نفسي بس بالضبط. بتدي الايحاء لنفسها بالكلام ده. صلوا على من علم الدنيا الرحمه، صلوا على من علم الدنيا الرجوله، صلوا على من علم الدنيا الهدى. صلى الله عليه وسلم. مدام سهير، قد ايه المجتمع مبتلي وموجوع؟ اشوف الناس بتتصل بتقول ايه يعني، وبشوف كتير قوي ناس تتصل يقول لك ده قريب اللي عمل لي، ده قريبتي اللي عملت لي. الناس دي يعني ما بقاش في قلوبهم رحمه يعني ولا ايه بالظبط؟ والله يا استاذ ابراهيم احنا يعني ايه، ازمه الاخلاق ما بقتش في الساحر والمسحور، بقت زي ما الاستاذه قالت الناس اللي ما عندهاش ضمير في القطر ده يعني المفترض فعلا. بس احنا سعداء بالدكتور النهارده، كنا اتكلمنا في القصه دي النهارده عشان الناس تبقى عندها ضمير. يعني ما كانوش سمحوا ان باب القطر يتفتح وكانوا دفعوا حق التذكره. هو مش تقليلا من هذه الفعله يعني، او تقليلا من هذه الحادثه، ولكن الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري ملتزم بسلسله، فمش عايزين نفوت منها يعني. والراجل مشكورا يعني ما بيتاخرش علينا يعني، ربنا يجعله في ميزان حسناته. تمام. انا برضو بقول ان السحر موجود ومش هنقدر ننكره، لكن انا بقول اغلب الناس اللي بتقول انها مسحوره او معمول لها اعمال دي ناس مرضى نفسيين عندهم مرض نفسي وقلة ايمان. لا معلش، لا انا عايز اقول لستك على حاجه عشان بس برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين ان مش يعني مصر كلها بتقول احنا مسحورين. لا مش مصر كلها مسحوره. لا احنا ما قلناش كده، احنا ما عممناش يعني. الناس متخيله كده. السحر دوت يعني بيتعمل قله قليله، لكن بقيه الناس كلها بيقولوا احنا مسحورين وهم مرضى نفسيين. عندهم ايحاء اللي سلفتها عامله لها، واللي اختها عامله لها، والمرات ابوها عامله لها، والقصص دي. لكن القصص دي 90% منها مش حقيقي. صحيح. هو احنا مش هننكر ان في مرض نفسي طبعا، ومش هننكر ان في سحر، ولكن بس لما تيجي حد مسحور كده. يعني المرض النفسي معروف انه بيأثر على النفسيه وبتاع، لكن السحر بيأثر على حاجات برضو عضويه، انت فاهمان ازاي؟ ايوه. ما انا اتكلمت مع حضرتك لغايه ما يؤدي للمسحور ده للموت او الانتحار او الحاجات دي. وفي امثله كتير بلاش نخوض فيها، واحنا عارفين كتير قوي في المجتمع. تمام. وفي اوساط راقيه كمان يا ناس انتحرت يعني، بس احنا ايما ما نذكرش في برنامجنا اسماء او احداث بعينها يعني. المسحور لما حتى بسأل الشيخ أيمن المسحور الساحر يريد إيه من المسحور، قال لك دماره أو هلاكه أو موته أو قتله. يقتله إزاي؟ دي بقى طرق متعددة للانتحار أو الموت أو كده. فالسحر موجود و ممكن يمرض يا أستاذ إبراهيم، لكن الأعمار بإيد ربنا سبحانه وتعالى. استحالة واحد ساحر أو دجال يعمل سحر البني ادم عشان يموت وهو يموت. لا شوف حضرتك بس، لان العمر ده بتاع ربنا ومحدش يقدر يعرفه الا ربنا سبحانه وتعالى. الموت له اسباب يا دكتوره، واخد بال حضرتك؟ يعني وجعلنا لكل شيء سببا يعني. الموت له اسباب حضرتك. في حد يموت بداء، في حد يموت في حادثه، حد يموت غريق، حد يموت محروق، بس ما حدش هيموت مسحور. لا لا في كتير كتير جدا. لا لا على فكره احنا عايزين بس الشيخ ايمن هيرد علينا في الحته دي يا دكتوره سهير. انا عاوز اسال سؤال، اسال سؤال. ده مات يعني غرقان او حادثه او كده، ما اليقين ان هو السحر اللي عمل كده؟ اللي عمل فيه كده. انا بتكلم، لا انا ما قلتش السحر اللي عمل كده. لا 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 افهمني بس يا دكتور الله يكرمك. انا ما بقولش السحر هو اللي عمل كده. انا بقول الموت ليه اسباب يعني. اصل الموت مش بطريقه معينه او بطريقه واحده يعني، كل موت ليه سبب. وهيقدر يرد علينا الشيخ ايمن دلوقتي، لكن انا مش بقول اللي مات محروق دوت مات من السحر، لا خالص. بالظبط. لكن زي ما في واحد مات غرقان وواحد مات على سريره، ففي واحد مات من السحر. ما هي تعددت الاسباب والموت واحد. الله ينور عليك. فالشيخ ايمن، انا هرجع لك يا شيخ ايمن في النقطه المهمه دي. هل السحر يوصل للانتحار او يوصل للقتل؟ أيوة. هترد علينا بكل صراحه. هو في سحر اسمه سحر القتل. سحر القتل. عايزين بس طبعا الخلاف ده حاجه جميله جدا. تمام. ان احنا نتعلم منه. تمام. السحر موجود. اه. بس احنا عشان في المدن
الناس عقولها نيره شويه، فدايما الساحر ما بيختارش الا المكان اللي فيه جهل. عشان الناس ما تعرفش ان هو بيعمل ايه. تمام. لكن في القاهره والحتت اللي هي دي بتبقى قليلين جدا. فعشان كده انت حضرتك مش ملتمساهم. روح الارياف وشوفي بقى تعطيل الزواج والربط. ماشي يا شيخ ايمن، في تعطيل الزواج من السحر وفي الربط وفي كل الكلام ده، لكن ما فيش موت بالسحر. طب لا انا ارد عليك، انا مصر على كده. انا عفوا معذره، يا ريت تقول لي المكالمات بس عشان الموضوع ماشي. عشان ده شغل الشغل المجتمع. معذره بقى يا شيخ ايمن، حضرتك لما حد يعمل ربط لحد، طب ما هو بيقتله، ما هيوصل لمرحله. أيوة. لحظه يا دكتوره، لا 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 من فضلك، القتل النفسي غير القتل من فضلك. لا 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 من فضلك، من فضلك من فضلك، لما بيقتله قتل نفسي خلاص هو ده يعني بيظهر على الجسد. فلما حد يدخل في حاله اكتئاب حاده من مرض معين نتيجه السحر، ده بيوصله للانتحار والقتل. خلي بالك ده، خلي بالك، هو مش بيروح ياجر عليه واحد يقول له اقتله لي، ده هو بيموت له، هو اللي بيموت نفسه بنفسه، عايز يتخلص من الالم ومدى الوجع اللي هو موجود ده. مش كده برضه يا زبرين؟ اتفضل. لا لا، في سحر القتل. بس لازم نفهم حاجه. اتفضل. احنا اقول لك كل لازم كل قضيه نربطها بالملك. طبعا. احنا قلنا السحر ده علم انزله الله ايه؟ لحكمه. تمام. وهو يعلم بحل السحر. تمام. نزل ايه؟ لحكمه معينه ربنا سبحانه وتعالى انزلها ليها. فلما واحد يعمل سحر القتل، هو كده كده مش هيقتل نفسه الا باذن الله. هو السحر اللي اتعمل النبي كان سحر ايه؟ سحر التخيل؟ قتل. القتل. بس ربنا سبحانه وتعالى نزل درجته لإلى وصل سحر التخيل. لكن هو في الاصل عاملين سحر النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وابحث الحديث في البخاري. وستنا عائشه اخبرتنا عنه. ففي سحر اسمه سحر القتل، بتعمل على سكينه يخلي المريض يمسك السكينه ويقتل نفسه. احنا قلنا كله في الاول وفي الاخر باذن بقدر الله، لكن لو لسه عمره موجود خلاص السحر هيبطل. شيخ ايمن، انا قريت كتير جدا في موضوع السحر ده، عمري ما قريت ان في سحر القتل. اقري بقى انت وتطلعي، شوفي كتب بقى ابن باز وكل الشيوخ وكل العلماء. لا، في سحر اللي هو التفرقه والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقات. سحر القتل انا ما سمعتش عن سحر. طيب. القتل ده. يا ريت يا ريت مدام اذا كان في سحر القتل، الناس الشاطره بقى الجميله المتفوقه في سحر القتل يقتلنا رئيس وزراء اسرائيل مثلا. ها؟ مثلا يسحروا بسحر القتل. لا هو مش عايز يمسك، معلش ثانيه واحده بقى، يقضي على اعداء الامه الاسلاميه واعداء الوطن، يقتلوا، مفيش مشكله. لا لا، بس انا عاوز اقول لك، لكن احنا هو عندما يذهب اللي هيريد لاخيه الاذى يعني او السحر والكلام ده، بيتقاضوا فلوس وبتاع وحاجات زي كده. لكن هو فعلا حتى لو ما فيش سحر القتل، ولو جزمنا بكده، وده طبعا ده علم وموجود في الكتب، لكن لما اسحرك، طب ما انا باثر على نفسيتك. طب ما هو أيوة، بالتالي ما في فندم امراض اسمها سايكوسوماتيك. ايوه، لما تقعد فتره من فتره مسحور، ده هيأثر على نفسيتك، فانت كده كده هتنتحر يعني. لا لا، مش مفيش الكلام ده، بيحصل كتير الكلام ده. يعني احنا بنقول في امراض اسمها السايكوسوماتيك، اللي هي الامراض النفس جسديه، وده علم بيدرسوه اساتذه الطب. يعني اي مرض نفسي بيسيب اثر عضوي، ده شيء طبيعي جدا. وحكايه ان الدواء بيأثر هنا وما بيأثرش هنا بيعتمد على قوه جهاز المناعه وضعفه. بالظبط. انا عندي برد، خدت حبايه، خلاص الحمد لله تمام. بالظبط. هل اقول ده سحر وده مش سحر؟ لا لا، يعني انا ما قلتش ده سحر وده مش سحر. انا بقول التركيبه الفسيولوجيه بتاعت جسم الانسان تتقبل نوع من الادويه، وجسمك الثاني برضه ما يتقبلش، حد ثاني ما يتقبلش. ده بيرتبط بجهاز المناعه. ده المقصد كله يعني. ده بيرتبط بجهاز المناعه وليس حكايه ان انا اثرت على السحر. الوقت يعني عدى معاكم سريعا. والشيخ ايمن ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم عن سحر القتل وهنخوض فيه، وهتجيب لنا دليلك على وجود سحر القتل. الاسحار كلها موجوده والسحر موجود وعارفين، بس هتلاقي دليلك على سحر القتل ان شاء الله. وعدنا بهذا يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتي طبعا بتوجه لحضراتكم بالشكر وجزيل الشكر لكل مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم وارائكم وتواصلكم وافكاركم معانا، وعبر صفحاتنا على الفيسبوك في صفحه ابراهيم خلف الله على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، او عبر صفحه الشيخ ايمن على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. في نهاية حلقتي طبعا بتوجه بالشكر لدعاء الإسلام الشيخ أيمن المصري، كنت معايا نورتني يا شيخ أيمن. الله يكرم زوري، الله يبارك. كما توجه أصلا بالشكر وبالتقدير والاحترام لوجود الفيلسوف سعد المصري، رئيس مجلس علماء ومبدع مصر والعرب، كنت معانا يا دكتور، شرفتنا والله. الله يخليك، أنا سعيد جدا جدا بلقائي معاكم،
واتمنى لكم التوفيق والنجاح. بنشكرك طبعا على الاهداء الجميل دوت، وطبعا عبر هذه القناه المحترمه يعني. الله يكرمك. كما اشكر ايضا مدام سهير فاضل، كنت معانا مدام سهير نورتين. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، وانا عايزه اقول حاجه ان احنا نستفاد من الدكتور ان شاء الله، بس مفيش وقت، مفيش وقت، يجي لنا حلقه ان شاء الله طبعا. دكتور سعد اخ وصديق ان شاء الله مش هيبقى علينا. اعزائي المشاهدين، كنتوا معانا مشرفينا. في نهاية حلقتي بتوجه لحضراتكم بالشكر، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في 9 صباحا يوم الأحد القادم. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من برنامجكم أزمة أخلاق.